الكلية فيصل فجر يا فيصل يا فجر لكن الدفاع يتدخل ساداتي أوكوريجو ومن أبعد حذاري من المرتدات الطقولية حذاري من المرتدات الطقولية يلا الرجوع بسرعة يلا الرجوع بسرعة يا منديل يا منديل يا منديل مرت عليك يا منديل هدف الأول مع الأسف هدف أول مع الأسف عن طريق لاعب دوسيفي في أول مرتد هجومي للمنتخب الطوغولي منتخب الطوغو بالفعل ينجح في تسجيل الهدف عن طريق ماتيو دوسيفي هذا متوسط ميدان نادي ستاندارد ليج شوف طريقة إخراج الكرة من المناطق الخلفية هنا العودة كانت متأخرة فيصل فجر وكذلك غانم سيس مرت عليك يا حمزة يا منديل مرت عليك يا منديل هذه كرتك يا منديل هذه كرتك يا منديل حاول كريم الأحمدي لكن في نهاية المطاف لمسة واحدة هنا الدوسيفي بحث عن الركن الثاني بحث عن الزاوية الثانية وبالتالي 1-0 للمنتخب الطوغولي بداية صعبة بداية لم نكن نتقبلها بالمرة نعم من جانب الطوغوليين في الوقت يا إيرفي يا رونار إذن هنا فيصل فجر يسعد لتنفيذ الكورنر فيصل فجر يرفع في القائمة الثانية جول جول التعادل يأتي عزيز بوحدوز انتقدوك يا عزيز في المباراة الأولى الإجابة تأتي من ركنية الراسية نعم حاضرة في المكان المناسب يلا يا شباب هذه البداية ومازال مازال الرد يأتي سريعا شوف الكورنر نوفي بشكل ممتاز من فيصل فجر هات 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 من الشباك يا كوسيا قصا 1-1 الأسود يعودون 1-1 عزيز يحطها في الشباك إذا انطلاقة أخرى للمباراة توقيت الأهداف نعم مهم جدا بالنسبة للمنتخب المغربي عزيز يا بوحدوز في ثاني حضور رسمي تتعدد القراءات والتأويلات والاختيارات سيري الذي تابعنا له بعض الدقائق في المباراة الأولى بينما كرة جانبية يلا يا فيصل يلا يا فيصل هذه الكرات اللي تشكل الخطورة والخطورة اللي غابت في الكرات الثابتة في المباراة الأولى فيصل فجر الحكام يعطي الإشارة للتنفيذ هي 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 جول هي جول هي هي جول رومان سايس جاب سايس وحطها في الشبكة هدفان مقابل هدف الأسود تظهر في هذه الأثناء الأسود تظهر في هذه الأثناء إليا 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 هذه الإعادة فوق الجميع ارتقاء ممتاز ومعلاش يا كوسيا قاسا خذها عندك في الشباك هنا من وسط المدافعين يتمكن غانم سيس كل التضامن تعزية بالمناسبة لغانم سيس هنا بالقلب بالروح بالإصرار في وسط الميدان هذه اللحظات اللي كنت أخاف منها صراحة هذه اللحظات اللي كنت أخاف منها صراحة استخلاص ممتاز للكرة يا أخويا يا أخويا سير 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 سير, سير. جول جول المنتخب المغربي ريحنا يا نصيري ريحنا يا نصيري ارتاح بالنا يا نصيري هكذا عيدناك يا نصيري قذيفة مغربية صاروخ 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 شوف 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 جمالية اللقطة صاروخ أرض أرض صاروخ أرض أرض الصدر بيسرى بوم في الشباك بوم